خلونا نبدأ معاك وأخبارنا النهاردة بخبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي تلقى بالأمس اتصال هاتفي من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين كمان سبل تطوير التعاون المشترك. وخلال اتصال أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت، الوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم الأمن والاستقرار في الصومال. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع امبارح آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وأكد على أهمية توافر السلع المختلفة لأن ده هيساهم في توازن الأسعار في السوق المصري. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من نظير الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين. وخلال الاتصال أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق وأيضاً مشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن، وأكد مدبولي أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد 7 سلع استراتيجية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع العالم الخارجي في الآونة الأخيرة اللي ساهم في إبراز الدور المصري في عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتي تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية. خلال الاجتماع تم الإعلان عن استجابة الحكومة للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام. وجه مدبولي بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الإدارة لما يبذلونه من جهد في تأدية مهمهم بتفان وإخلاص، كما ناقش عدد من الضباط في أسلوب تنفيذ مهمهم مشيدا بما شاهده من أداء متميز وقدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. امبارح قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الاثنين 8/1/2024 حتى يوم الأربع 24/1/2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وده حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة ليهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة قنا حيث تم افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بتكلفة تصل ل 40 مليون جنيه. في سوهاج تم تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى الجامعي. كمان في الغربية تم الإعلان عن تحصين 246 ألف راس ماشية ضد مرض الحمى القلعية. أما في الأقصر فتم تسليم 233 مشروع متناهي الصغر للأسر الأكثر احتياجا. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من المحافظات في التقرير التالي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت اللي بيعد أحد المشروعات التنموية اللي بتنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه. في سوهاج تم تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم اللي بتعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم، وده بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة اللي كانت متوقفة.
وتم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 246,195 حيوان ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى قرى مراكز المحافظة منذ بدء الحملة بنسبة 92.36% من المستهدف. في الأليوبية شهدت مستشفى كفر شكر التخصصي افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بطاقة 13 سرير، واللي بتعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، وبتشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوى تضم استشاريين وأطباء متخصصين. وبتوفر وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وموجات صوتية للأطفال والرضع، واللي من المقرر أن تعمل بالكامل طبقاً لمنظومة التأمين الصحي على الأطفال بدون أي أعباء مالية. في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه تم زراعة 70% من المساحة الإجمالية المتاحة بالمحاصيل الشتوية، وبلغت المساحة المنزرعة 70,741 فدان، وبتسعى المحافظة لزيادة رقعة المساحات المنزرعة في شتى الأراضي بالمحافظة. في أسوان أكدت إدارة الحديقة النباتية أن الحديقة استقبلت عدد كبير من الزوار على مدار العام المنقضي 2023، خاصة من السائحين الأجانب اللي وصل عددهم أكثر من 142,000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية، وبلغ إجمالي عدد زوار الحديقة خلال العام الماضي 209,750 زائر. في الأقصر شهدت المحافظة تسليم مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، وتم توزيع 233 مشروع متناهي الصغر على 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة، وبلغت قيمة كل مشروع 25,000 جنيه تقريباً لدعمهم في بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.